السلام عليكم. اليوم خصكم تعرفوا بزاف ديال الاشياء اللي العديد منكم ما عارفهاش، هي الشعارات اللي كيهزوا الكراغيله على فلسطين. نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، احنا مع فلسطين. اليوم جبت لكم فيديو كيأكد العكس ديال حبس. قبل ما تكمل الفيديو، ما انصابت واحد البلاتفورم ديال الرهانات ديال المقابلات، والجميل في هذه البلاتفورم هي انها دايره بروموسيون ديال 100% في الفلوس الاولين اللي غادي تحط في هذا البلاتفورم، والسحب راه مجاني. وما تنساش ان كل يوم الاثنين كتستافد من كاش باك كيوصل حتى ل 10%، حاجه زوينه. اللي بغى يدخل لهذا البلاتفورم الرابط ديالها اسفل من هذا الفيديو، بغيتكم كاملين تدخلوا تجربوها. دابا نكملوا الفيديو. علاش؟ لانه فاش لعبات باريس سان جيرمان مؤخرا في دوله اسرائيل، ناض القيل والقال وكل شيء كيهضر، وعلاش وحنا وعلاش المغربي حكيمي يشارك وعلاش هذا يحشارك. اليوم ثلاثة اللاعبين من الجزائر كيشاركوا، اجيو نشوفوا هذا الفيديو ونعقبوا عليه. العنوان البارز في كثير من الصحف هذا الصباح، عطال وابراهيم وديلور الى تل ابيب. اشنو هذوك؟ عادي عطال وديلور واشنو اخر؟ عطال وديلور ديلور وما لقيناش حفيظ دراجي استل سيف الخشب وعنتر. هذاك شوف، هذاك ودني اللوطواط ما كيهضر غير الا كانوا المغاربه، كانوا المغاربه يخرج يقول لك لا فلسطين، لا علاش يمشيو لتل ابيب، علاش يمشيو هادي ولك مشاو. هضر عليهم باش نعرفوك انك محايد، يلا هضر عليهم. ولا جمال ريان اتكلم عن الخيانه والتطبيع. ليه ثلاثة من الجزائر في إسرائيل بيلعبوا كورة أمام منتخب إسرائيلي، وقبلهم حكيمي اللي وصفوا شيخ عندهم بأنه في مثابة ولي صالح لأنه هز الراية في أوروبا. أليست هذه ازدواجية فجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشيء عينا ما نقوله، عينا ما نقوله أن الدراجي علاش كيلحس الكبرانات باش غادي يخليوه يدخل الجزائر. صافي، واحد زائد واحد جوج. حنا ما بقوش كنبينوا ولا نحاولوا نقولوا شي حاجه اللي ما كايناش. هذا الشيء واقع، وراه ضربتيها برجليك. هذا الشيء راه واقع. اجيو نشوف نكملوا الفيديو. لاباس عليك. زي ما سمعتوا، ثلاث لعيبه من الجزائر راحوا اسرائيل في مطار تل ابيب امام العالم. ما سمعناش العناتره وعناتره جمع عنتر في تلفزيون الجزائر وفي قطر وهم بيتكلموا عن الموضوع، وما تكلموش عن مشاركه نادي باريسي يملكه الخليفي مالك او مدير بين سبورت لما شارك في اسرائيل هو كمان. لما يبقى الامر يخص اخر بيستلوا سيوفهم ويعنتروا، أما إذا تعارضت مع المصلحة عادي بتحصل كتوقع. إذن المسألة ما هيش مبدأ، المسألة مسألة مصلحة، المسألة مسألة حقد على المغرب، مسألة أن أي حاجة شافوها غادي تضرب المغرب كيخرج الدراجي هو الأول، هو اللي كيخرج ويجبد السيف ديالو وبدا يضرب في هذا. علاش هذا؟ علاش حكيمي؟ علاش المغرب؟ التطبيع هذا. ثلاثة اللاعبين مشاو لإسرائيل، أقول لهم علاش يمشيو؟ علاش ما قدرتوش تهضروا على هذوك؟ ياكم نتوما صحافة، لا أنت لا ذاك رايان اللي في الجزيرة الإخبارية، لا في هذا ولا في ديك بن قنا ولا سميتها شكون، ديك الجزائرية اللي في الجزيرة حتى هي الجزيرة الإخبارية، كلكم كتوجدوا سيوفكم غير ضد المغرب. المغرب المغرب وطبيع التطبيع مع اسرائيل، لماذا التطبيع؟ لماذا المغاربه؟ وفاش كاينو الجزائري يدير شي جيست بحال هذا كلكم كتسدوا فمكم. علاش؟ هذا هو السؤال اللي كيطرح راسو. كيخرج واحد كيقول لك لا خوتنا، شوف خوتنا في حاله وحده، هذو اللي كيقولوا خوتنا خوا، انا متفق معك خوا في حاله وحده. الجزائري اللي غادي نقدر نقول له انا خوا الا قال الصحراء مغربيه، سولو قول لي واش الصحراء المغربيه؟ الا قال لك الصحراء المغربيه نقول ليه خوا. ما قال لك ماشي الصحراء المغربيه، ما كاين لا خوا لا والو، طاوا كما كيقولوا، ولا بلا ما نقولوا الثانيه. فهمتوا؟ هذا هو الواقع. اجيو نكملوا اش قال هذا الاخ المصري.
المغرب مالها وده ماله ومصر مالها وده ماله، لكن ما حدش يتدخل عندي. انت ما تجيبش حد، لكن انا اجيب روسيا. لسه شنقريحة في مؤتمر بيدعو روسيا لحماية افريقيا، وفاجنر في مالي والدنيا زيطة. انت مع ايران وتدخل ايران في المنطقة، لكن ما حدش يعمل علاقات مع حد. انت واصي على الكل، لكن انت ما حدش يسألك في شيء. ده اللي بنتكلم فيه، الازدواجية. انتوا مش واضحين، المبدأ متغير. اذا يخصني وعملت حاجة افلسفها والوظها واجيب لها مبررات واظبطها عادي كتوقع. شوف، الحاجة اللي واضحة واضحة، الجزائر حاقدة على المغرب. الجزائر حاقدة على المغرب، وتلقى السموم ديالها شكون هما؟ تلقى الناس اللي كيجيو باش يحاولوا يحركوا ولا انهم يخلقوا بالبالة في المغرب. هاد الشيء شيء واضح، تلقين الصحافة ديالهم، شفنا البرامج ديالهم كي دايرين، تلقين المحللين ديالهم في قنوات بحال بين سبور بحال هذا، تلقين صحفيين ديالهم بحال الجزيرة الإخبارية وهذا، تلقين أي واحد يقدر يكون يكون عنده باسبور جزائري كيطلقوه باش أنه يهاجم المغرب. هادشي هذا هو الواقع. كيخرجوا من بعد كيقول لك خاوة خاوة ديال اش هاد خاوة خاوة. أنا قلتها لكم، اللي قال لكم خاوة خاوة شي جزائري يقول لك الصحراء المغربية. إلا قال الصحراء مغربية قول لي خاوة خاوة. قال لك الصحراء ماشي مغربة قول لي سير تمشي بحالك. هذا هو الواقع، هكا خصنا نبدا نتعاملوا. خاوة خاوة، إذا الصحراء مغربية قولها. قلتي الصحراء مغربية أنا معاك خاوة خاوة. ما قدرتيش تقول الصحراء مغربية ولا ما اعترفتيش بها، ما عندي ما ندير بخاوة ديالك، ديال اش هاد خاوة ديالك. أنت جاي أصلا في البدية ديالك، من البدية وباين عليك الغدر. هذا الشيء اللي خصنا نعرفه، وهذا هذا الشيء كيبين. هادي ديال هاد الاخ المصري اللي قال لك ها هما عيومي يقول لك لا علاش حكيمي مشى لاسرائيل، علاش حكيمي مشى لاسرائيل، وهما فاش مشاو ثلاثه ماشي واحد، حنا واحد ونغطوا بالبالة، واحد ونغطوا الروينة، علاش يمشي حكيمي لاسرائيل، علاش يشارك مع اسرائيل. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، اولا راه اللاعب كتكون عنده كيكون عنده عقد مع الفريق ديالو. داك العقد كاين عنده كاينين فيه بنود، منها الشروط، منها كما كنقولوا الواجبات، وهذا كيفرضوا عليه ان اي مقابله وديه يجريها. في حاله واحده فاش ما غاديش يجري مقابله وديه الا طبيب الفريق هو اللي قال لهم ما يقدرش، بلا هذا الشيء خصو يجري المقابله. والا ما جراش كاينين عقوبات. واش هو غادي يتعاقب من اجل سواد عيونكم؟ زعما الا ما مشاش لصالح اش غادي يتغير؟ اش غادي يتغير في الواقع؟ هذه من جهه. من جهه ثانيه هما دابا غوتوا على واحد، نوضوا الروينة على واحد، ومشاو ثلاثه منهم. عرفتي علاش ما غوتوش؟ عرفتي علاش ما غوتوش على الثلاثه؟ علاش ما قالوش علاش بيمشيو لاسرائيل؟ لانهم ما مشاوش لمراكش كسياحه. ديك المره فاش جاو ثلاثه ولا جوج اللاعبين ولا اربعه ما عقلتش شحال، جاو لمراكش سياحه، نط قرباله عندهم، نط الروينة عندهم، علاش يمشي لمراكش؟ دابا فاش مشى لاسرائيل سكتوا، داروا بحال اللي ما سمعوهاش. ومن بعد غادي يبدا يهزوا الكرايات ديال فلسطين في المقابلات، كيضحكوا علينا، يعني كيتاجروا في القضيه الفلسطينيه، كيحاولوا يلعبوا لنا على 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 العاطفه ولا العاطفه ديال الشعوب العربيه باش يكونوا مع الجزائر. ولكن الناس كانوا منهم العايقين، الناس عارفين الجزائري كي داير، وعارفين الكرغولي كي داير، وعارفين المغربي كي داير. لان داك الواقعه اللي وقعت اليوم مع مصر في امدرمان، ورد الفعل ديال الجزائريين والحقد اللي فيهم، بغض النظر على داكشي اللي داروا المصريين، حنا ما كناش عارفين الحقيقه، وكنا تعاطفنا مع الجزائريين. لكن فاش عرفنا الحقيقه، للاسف ان عندنا جيران بحال هادو، جيران اللي كيشوفوا غير انهم يضروا البلاد ديال الجار ديالهم، كيشوفوا غير انهم فين يستفزوا، فين يديروا شي حاجه خايبه للجيران ديالهم. وبالعكس المغاربه كما كنشوفوا انهم كيمدوا يد الصلح، كيمدوا يعني باغيين الخير، قلبهم بيض، عكس الكراغيله. كتخرج كتقول لي لا احترم، كيفاش غتحترم الكراغيله؟ اليوم بعد يوم كيخرجوا كيقول لك حنا شرينا اسلحه، شرينا طائرات متطوره الحربيه، شرينا صواريخ ثقيله، شرينا. علاش كيوجدوهم؟ كيوجدوهم لروسيا ولا لفلسطين ولا لاسرائيل؟ كيوجدوهم لك انت؟ يوجدوا لاسرائيل مادام فيكم هذا النفس كامل، وكتقولوا حنا مع فلسطين الظالمه او مظلومه، حنا مع، يوجدوا قيسوا اسرائيل ولا لا؟
حاقرين غير على المغرب اللي كيحترمكم. بحال في الحومه فاش كيكون واحد كيحترم ما كيبغيش الصداع، ما كيبغي الضرب، ما كيبغي، وكتلقى واحدين دايما كيتكاو عليه في الموقع شي حاجه كيدورها لجهته، يعني انه هو اللي عارفين انه ما غادي يشرط لهم اليد لانه غادي يحترمهم. غادي هكاك واقع، حتى هما كينوضوا يتبوردوا علينا وهذا وهذا، ولكن حنا عارفينش واحد مسطي غادي دير فيه عقلك. كما كنقولوا كنعاود ديما، فاش كتكون غادي في الشارع وكينبح كلب تهبط على ركابك ويديك وتنبح معاه، ما يمكنش. انت بعقلك صاحبي. وصلنا اخر هذا الفيديو، الشباب اللي بغى اللي بغى يفعل لاشين ديالو 4000 ساعه و1000 مشترك، مرحبا، كنديروا هذه الخدمه بثمن مناسب. رقم الواتساب ديالي تلقاوه تحت في الديسكريبسيون. والسلام عليكم. وقف يا اسمع شي هضره.